الآن نتوقف مع محطات جد مهمة أدرجناها بالدليل المرجعي مع الفيديوهات التطبيقية لها كعمليات إجرائية ووسائل جد مساعدة لعمل المربية داخل الأقسام. إذن هذه المكونات التي هي سنشرح بعضها في هذه الحلقات التكوينية والتي وضعناها كمحطات أساسية في الدليل المرجعي للمربي والمربية تبقى أهم الوسائل لتسهيل عمل المربية داخل الفصول بشكل واضح ويسير وسلس. فلننطلق إذن بالمكون الأول من مكونات هذا الدليل المرجعي وهي أولاً، ولا بد من الانتباه إليها جيداً واستثمار فيديوهات تطبيقية التي تقع على الموقع للنسج عليها والعمل بمثلها داخل الفصول الدراسية. تنظيم فضاء الفصل، الخلفية البيداغوجية لتنظيم فضاء الفصل. بطبيعة الحال فضاء الفصل يجب أن يكون محبب للأطفال، مشوق للعمل التربوي، له دافعية على الإقبال على التعلم لدى الأطفال، وبالتالي جمالية فضاء الفصل وتأتيته وبنائه بشكل يخدم أهداف التعليم الأولي لا بد أن نراعي فيه ما سنذكره الآن. تنظيم فضاء الفصل، الخلفية البداغوجية تنظيم فضاء الفصل. تنظيم الفضاء يكون وفق الإمكانيات المادية والتكوينية للمربية والمربي. بطبيعة الحال سترون إنجازات لعمل الفريق التربوي مفاتيح النجاح، كيف أنجز مجموعة من الأركان مجموعة من الوسائل بأشياء بسيطة مهملة نجدها عند البقال كأوراق الكرتون كقرارات بلاستيكية، كل ما هو يعني مستغنى عنه وظفوا لإنتاج وسائل وأركان ونظموا به فضاء الفصل تنظيما محكما وكما سترون في الفيديو. ولكن لا ندعي أن هناك كمال، يبقى لكل مربي ومربية الإبداع لتنظيم فصله وفق إمكانياته المادية والتكوينية للمربي والمربية. وهنا جاء دور فيديوهات إنتاج وسائل العمل حتى نساعد كل مربية من خلال نماذج متعددة لإنتاج هذه الوسائل، حتى نتبادل مع كل مربية الخبرات لتنظيم فضائها وإنجاز وسائل العمل. وكما سنرى إذن تنظيم فضاء يكون وفق إمكانات المادية التكوينية المربية باستعمال وسائل بسيطة المستوحاة من واقع الطفل ومحيطه كما شرحنا، لا تكلفها ماديا أبدا، هي تستثمر كل ما تجده مهمل ومستغنى عن الآخر. أوراق الكرتون توجد عند البقالة، توجد عند الصيدليات، توجد عند غيره، والوسائل الأخرى كما قلنا القارورات، العلب، المواد كلها استغلت لتحقيق وسائل العمل داخل الفضاء والخلفية البيداغوجية تنظيم فضاء الفصل باستعمال وسائل بسيطة المستوحاة من واقع الطفل ومحيطه. تنظيم فضاء الفصل الدراسي بطبيعة الحال هذا التنظيم يجب أن يخدم الشرع الموضوعاتي والمجالات التعلمية والكفايات المراد بناؤها وتطويرها لدى الطفل والطفلة، أي أن هذا الفضاء لا يمكن أن يكون بعيدا عن المشروعات الموضوعاتي، لأن هذه وسيلة من الوسائل لتحقيق أهداف المشروعات الموضوعاتية والمجالات التعلمية. نعيد،
يخدم الشروع الموضوعات والمجالات التعلمية يعني من والكفايات المراد بناؤها تطوير لدى الطفل والطفلة. فضاء الفصل مبني على حاجة الطفل لنموه وتعلمه لتهيئته للتعليم الابتدائي. بطبيعة الحال مرحلة التعليم الأولي هي تهيئة الطفل للتعليم الابتدائي كبديهية. مميزات فضاء القسم، هناك مميزات لفضاء القسم. مكان جميل كما قلنا لاستقبال والتعلم واللعب مع توفر الولوجيات للأطفال في وضعية إعاقة حتى يقبلون هذا الأطفال في هذه السن، لأن انتقل من بيئة طبيعية من أسرته إلى بيئة مصطنعة. يعني عندما نقول أن الأطفال تخلق هذه العملية الانتقال صدمة نفسية، أنه يكون مرتبط بالبيت في وضع طبيعي داخل الأسرة تلبي حاجياته إلى وضعية مصطنعة، نقول مصطنعة بنظام جديد بقواعد جديدة، فلا بد أن يكون هذا الفضاء الذي سيستقبله مريح له نفسيا حتى يقبل على التعلم في هذه المرحلة. وتعلمون أن مجموعة من المظاهر لدخول أطفال أول مرة للتعليم الأولي يصيحون ويمتنعون ويبكون، ثم تحاول المربية أن تستخدم أساليبها لتهدئته حتى يقبل على التعلم. هنا يلعب فضاء الفصل دورا أساسيا لاستقبال الأطفال، وتحبب إليهم المربية من خلاله عملية التعلم والاكتساب. مميزات فضاء مكان مجهز بشكل ملائم للطفل، مكان لإنجاح المشروع الموضوعي، مشروع التربوي. مهما كانت حجم هذا الفضاء، مهما كان حجم هذه الحجرة التي ستمارس بها المربية أنشطتها مع الأطفال، لا من حيث المساحة لا من حيث موقعها في أي مكان، يمكن داخل هذا الفضاء أن تخلق جوا مناسبا للتعلم. من مميزاته أيضا فضاء غير قار متحرك يسمح بإنشاء أركان بيداغوجية. بطبيعة الحال هو متحرك لأن كل مشروع موضوعي بأركان مختلفة، فيتغير هذا الفضاء تبعا للمشاريع الموضوعاتية التي سنوظفها الأركان التربوية التي سنشتغل عليها مع الأطفال. وسيلة، بطبيعة الحال الفضاء أصبح هنا وسيلة وليس غاية بالجمالية والذوقية، أصبح وسيلة تربوية لتنفيذ مختلف الأنشطة التربوية التي تتمحور حول الطفل، لأن العملية التعلمية التعليمية محورها هو الطفل. تجهيز فضاء الفصل، بطبيعة الحال هذه بديهية، طاولات متحركة للعمل كما سترون في فيديوهات فردية بالمجموعات أو النظام الصفي مريحة وملائم للطفل. حتى إذا كان نظام صفي يجب أن يكون هناك كراسي وطاولات تسمع بالتحرك والانتقال بيسر وسهولة داخل الفصل الدراسي. تجهيزات كراسي فردية، طاولات دائرية أو متعددة استعمال، التوفر على مكان للملصقات، إن تزيين الفضاء تستثمر المربية كل الزينة التي داخل القسم كوسيلة لتقديم شروعاتها الموضوعاتية ومجالاتها التعلمية. تجهيز فضاء القسم، التوفر على أركان مكتبة أعمال يدوية رسوم ألعاب، وسنشاهد في الفيديو نماذج من هذا الفضاء إن شاء الله. التوفر على خزانة كتب وصور. الآن سنرى فيديو أو فيديوهات لكيفية تجهيز فضاء الفصل، ويمكن للمربي أن تتأمل وتأخذ منها ما يفيد وتبدع وتنتج وتنشئ أشياء جديدة داخل فصلها.